حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية الإسرائيلية المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، بالإضافة للعملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على قلب مدينة رفح. نتحدث هنا عن انتشال 16 ضحية منذ ساعات صباح هذا اليوم في قلب وفي شرق مدينة خان يونس، نقلوا إلى مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس، بالإضافة لانتشال عدد كبير من الجثامين في مناطق متفرقة في المناطق القريبة من مدينة رفح في منطقة جنوب القطاع. نتحدث هنا على استهداف أيضا خلال الساعات الأخيرة الماضية لأربع سيدات، وصل الضحايا إلى المستشفى الأوروبي في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس. الجيش الإسرائيلي واصل غارات وضرباته مركزة في منطقة رفح وخان يونس جنوب القطاع، بالإضافة لاستمرار القصف الإسرائيلي في منطقة شمال القطاع وقلب مدينة غزة باستثناء المنطقة الوسطى هنا حسب ما نشاهد حتى هذه اللحظة. نتحدث هنا على قصف مدفعي على منطقة حي الزيتون، بالإضافة لوصول ضحايا من منطقة أطراف منطقة حي الزيتون ومنطقة حي الصبرة في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة. نتحدث عن أربع ضحايا وصلوا إلى المستشفى المعمدان. الجيش يواصل ضرباته مركزة كما تحدثت على منطقة مدينة غزة المنطقة الجنوبية تحديدا، وهي المنطقة المحاذية للنقطة الأمنية المقامة على شارع صلاح الدين أو ما تعرف بحاجز نتسريم. هذا كله بالتزامن مع استمرار عملية تطعيم الأطفال هنا في منطقة دير البلح والمنطقة الوسطى كأول مرحلة الآن منطلقة في هذه الحملة، مع إقبال كبير لأن العائلات هنا تعاني من نقص كبير في الأدوية، وبالتالي تعتبر هذه اللقاحات وهذه التطعيمات هي بديل للأدوية المفقودة في مناطق جنوب قطاع غزة. معي هنا الدكتور خليل الدقران الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى، يحدثنا عن آخر تحديثات حملة التطعيم، بالإضافة يا دكتور لو سمحت عن موضوع نقص الأدوية. يعني العائلات تعتبر أن هذه التطعيمات هي بديل عن الأدوية الناقصة في ظل انتشار الأمراض والأوبئة. نعم، بعد وصول التطعيمات اللازمة إلى المواطنين في قطاع غزة، حيث وصل 1,260,000 جرعة تطعيم لتطعيم حوالي 650,000 طفل دون سن العاشرة. بدأت حملة التطعيمات أول أمس في المحافظة الوسطى، وهي تعتبر هي في المرحلة الأولى، وعملية التطعيمات ستكون ثلاث مراحل. الآن في المحافظة الوسطى بدأت يوم أمس، ووصل عدد المطعمين حتى هذه اللحظة يعني حتى في اليومين السابقين إلى حوالي 160,000 طفل، وما زالت الطواقم الطبية مستمرة في عملية في هذه الحملة للوصول إلى أكبر عدد من الأطفال دون سن العاشرة لكي نقوم بعملية التطعيم لهم جميعا. ولكن هناك بعض العراقيل موجودة في المحافظة الوسطى، يعني نسأل الله عز وجل أن نتفادى هذه العراقيل جراء الأماكن الخطرة في المحافظة الوسطى. وحتى هذه اللحظة ما زالت طواقمنا مستمرة، ونسأل الله عز وجل أن نصل إلى جميع المواطنين في المراحل القادمة. كذلك بالنسبة لهذه المرحلة من التطعيمات، يلزم المواطنين في قطاع غزة هدنة إنسانية على الأقل أسبوعين. بالنسبة لموضوع الأدوية، جيش الاحتلال منذ حوالي أكثر من أربع شهور قام بإغلاق محكم وإغلاق معابر عن قطاع غزة، ومنع وصول المساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية، ولذلك في جميع مشافي قطاع غزة هناك نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كبير. دكتور، يعني كما تحدث الدكتور هنا على أن نقص الأدوية كان هذا أحد أهم الدوافع لهذه العائلات من أجل التوجه إلى مراكز الإيواء وإلى المستشفيات من أجل تلقي هذه التطعيمات.